مساء الخير على كل مشجعي ومشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة. هنشوف مهارات جديدة، هنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. هنجهز تجهيزات للعيد بسيطة جدا جدا، هنعمل أنواع من البسكوتات بس مش التقليدية الأساسية، الأساسية جاية معنا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله. هنعمل النهاردة الغريبة بس هنعملها الريد فيلفت، وهنقول ممكن نضيف لها إيه وممكن تبقى فيه تغيير للوصفات التقليدية، لكن هيبقى بالأساس اللي إحنا متفقين عليه. هنعمل كمان كوكيز، مش هننسى أصدقائنا اللي بيحبوا الحاجات الهيلثي ياكلوها في العيد وتكون لطيفة، سواء أولادنا أو حتى أمهاتنا أو الناس اللي عندها مشاكل مع السكر. هنعمل النهاردة كمان بسكويت جميل جدا بالشوفان ودقيق القمح، هيبقى لطيف، وبالعسل. هنعمل بسكويتات لطيفة كده. خلينا نشوف كده معانا ايه في حلقة النهاردة، لكن هنبدأ بأول بارت معانا النهاردة. هنعمل بسكويت الشوفان والغريبة الريد فيلفت، ودلوقتي هتنطلق صفارة الحكم وتقول وتعلن عن ابتداء الشوط الأول. يلا بينا نقول مقاديرنا. أول حاجة عندي الغريبة الريد فيلفت، عندي 4 كوبايات من الدقيق. طبعا هنستخدم دقيق متعدد الاستخدامات، وده من الحاجات اللي بتسهل علينا. عايزين تستخدموا دقيق خاص بالكحك والبيتي فور ممكن، الدقيق الفاخر ممكن يمشي مع الغريبة برضو مفيش مشكلة، اللي هو 72% استخراج. طيب عندي كوبايتين من السمنة، كوبايتين من السمنة، كوباية من السكر البودرة، ربع كوباية من اللبن الباودر، رشة من الملح، لون طعام أحمر جل عشان تديها اللون الحلو ده، للتزيين هنحط إما فستق إما لوز أو كريز المسكر، زي ما حضراتكم تحبوا تزينوها براحتكم خالص. طيب هقول بسم الله وهنبدأ كده نشوف هنعمل إيه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. الخطوة الأولى المهمة جدا في الغريبة، أول حاجة لازم السمن يكون ساقع. يعني إيه؟ يعني أنا هاخد السمن دلوقتي أسقع شوية في المعيار بتاعي ده في التلاجة علشان تبقى ساقعة، عشان تديني فوليوم لما أجي أضربها. أولاً الغريبة حساسة جداً فما ينفعش تسيح وتدوب في إيدي، حرارة الإيد كمان بتفرق. فهقول لحضراتكم التكنيك بالظبط، تطلع معاكم إن شاء الله حلوة وجميلة. هاخد أول حاجة كده السمن مسقعاها، هي أهي ما تبقاش، إحنا طبعاً في الصيف بصوا جامدة إزاي، أهي هتتحط كده على طول، دي طبعاً من المعيار كده. وعندي السكر البودرة، قبل ما هعمل اي حاجة هضرب الاول السمنة لوحدها خلاص، وبعدين افككها من بعض وتبدأ تلين، وبعدين نبدأ نضيف السكر شوية شوية، وده على اساس ان احنا نديها بقى تبدأ لونها، بدل ما هو اصفر زي قدام حضراتكم كده هيبقى اللون ده مدي على ابيض، يبدأ يفتح 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 لما يبقى ابيض. هنضربها بقى كده شوية، خليني اخد سباتيلا كده قوية شوية جنبي. يبقى اول خطوة، في ناس ممكن تحط معاها بس انا مش عايزاها تبقى سريعة الفساد، عشان كده انا حطيت اللبن الباودر يديها طعم كده مميز. في ناس بتحبها تعملها عادية جدا وتحط في النص الكريم تشيز او الكريمة الجبنة في النص، بس دي لازم تكون هتتاكل على طول، يعني ما تقعدش فترات طويلة عشان اكيد الكريمة تشيز دي ممكن تفسد مننا مع الوقت. اهو بصوا حضراتكم بقى بدأت السقعية دي بتحافظ على الشكل، العجينة تفضل جميلة وتديني فوليوم اعلى في السمن، فما يبقاش دايب سايح، مش هتبقى حلوة، لازم يكون السمن كده. هفتح كده شوفوا اقوى، وهاخد اللي في الجناب ده مهم قوي. بصوا بدات تفتح ازاي في الشبكه، هو لازم تبقى كده. بسم الله هنقلب بس تقليبه حلوه كمان، وبعدين هبدا اضيف معاها السكر اهو كده اهو خلاص. هحط هنا بقى اضافه السكر البودره شويه كده، ونخلط وبعدين نزود. بسم الله هتلاقوا اللون شوية شوية وتبقى كريمي أكتر، هتبدأ تفتح 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 لما اللون يبقى يعني الخفيف الفاتح ده.
تايم كده. تعالوا بقى هوري حضراتكم مرة تانية كمان، هنطفي كده وهحط باقي كمية السكر عشان نبقى ايه تمام. بصوا كل شوية اللون بيفتح ازاي لحد ما يبقى لون فاتح شوية اكتر، اقصى حاجة عندها. حطيت بقى كل كمية كده السكر، كوباية كاملة اهي سكر البودرة، ودول كوبايتين من السمنة، وبدأنا ايه ننزل كده ونديها اخر ضربة كمان قوية. وبعدين هنغير الكف بتاعنا، هستخدم بقى الكف بتاع العجن اللي هو ده، دي الأداة التانية بتاعة العجان. أنا دلوقتي معايا الشبكة عشان تخلط العجين على طول. طيب هنخليها هنا، هبدأ بقى أنا أضيف هنا الحليب البودرة على الدقيق، المكونات الجافة، حليب البودرة، وهجيب رشة من الملح، هاخد كده جنبي رشة من الملح، مهمة جدا في الحلويات. هنقلب كده تقليبة سريعة، كده عندي ألوان، الألوان الجل، خلوا بالكم ألوان الجل دي في منها نوعين، نوع مصري ونوع مستورد. هنجيب المستورد، المصري هتفضي الإزازة كلها ومش هتبقى معاكي ليها اللون اللي انت عاوزاه. طيب الألوان اللي هي البودرة ما تنفعش ليه؟ لأنه بتفضلي تضيفي منها بتغير طعم العجين، ما بتبقاش حلوة. طيب عشان أستفيد باللون البودرة لازم أحل اللون، أحل اللون يعني أخفه، أحط له شوية مية وأخليه لون سائل. طب العجينة دي ينفع أحط فيها معاها حاجة سائلة؟ لا، فهي مش هينفع. فخلينا كده إيه، بسم الله الرحمن الرحيم، خليني الأول أشيل الشبك وأعمل كده. هشيل بس كمية العجين دي منها، وبعدين هركب هنا الكف عشان دي الأداة التانية، وهاخد كده من اللون ده، هوري حضراتكم بصوا قليل ايه من اللون كده لحد ما نضربها مع بعض ونحط كمية دي ونشوف هتعمل معانا ايه. بسم الله. اللي عايز يطعم الغريبة هنا بشوية من الفانيليا ممكن، حاجة بسيطة قوي هتدي طعم مع السمنة جدا. تعالوا بقى كده نقلب تقليبة ونشوف الأخبار. بسم الله. تنشف الغريبة، بيسألوني بيقولي الغريبة ينفع تتعمل بزبدة؟ لا، في ناس بتحب تعملها بس بتنشف مع الوقت، بتنشف بسرعة، بتنشف أسرع يعني. وإحنا بنبقى حابين نحتفظ بحاجاتنا شوية، وبعدين سريعة الاحتراق الزبدة عشان فيها نسبة مية فبتخلي الغريبة تاخد لون، واحنا مش عايزين كده. خليني انزل الجوانب كده، نخلط مع السمن ناخد كده شويه من اللون نحط ونشوف الدنيا فيها ايه. زي ما انتم شايفين بصوا بقى بدا اللون خلاص ايه يدينا اللون الاحمر، وبدات تبقى القوام بتاعها كريمي كده، هتلم بقى معانا. وبعدين هبص على القوام بتاعها. طبعا يفضل بالنسبه للغريبه
ان احنا نسقعها شويه قبل ما نشكلها، يعني ده بيبقى برضو خطوه احسن وافضل لينا. هوري حضراتكم برضو القوام بتاعها، خليني افتح بس عليها كده تشوفوها. طبعا كل ما بنريحها زي عجينه السابلي كل ما تدينا نتيجه احسن، فالافضل ان احنا نريح العجينة. ممكن ناخدها زي ما هي كده نحطها في الثلاجة شوية ربع ساعة تلت ساعة على حسب ما احنا عاوزين. بصوا كده العجينة اهي، شايفين حضراتكم ملساء، مش بت يعني، ممكن بقى عايزين نزود لها ندعم اللون سنة كمان عشان تطلع زي اللي احنا عاملينها بالظبط. هدعم كده نقطتين من اللون اهم بس كده، وبعدين نديها لفة كمان لطيفة وخلاص نطلعها بقى هي ساقعه. هتلاقوا بقى العجينه في ايديكم ساقعه، لكن في الحر في المطبخ وارد ان احنا نحس ان الحراره دي درجه حراره ايدينا بتسخن بتسيحها. انا مش عايزاها تفرش، انا عايزاها تبقى مظبوطه. فانا خلاص هوري حضراتكم بس في بوله كده اطلع فيها العجينه بسم الله، وهوريكم وانا بشكلها. خلاص تمام اهي، نرفع بقى وننزل كده الايه الكف بتاعنا، هاخد كده العجينة اللي فيه خلاص، وهشيل ده وهنزل العجينة بتاعتي هنا. بصوا حضراتكم العجينة جميلة ازاي اهي. طبعا نقدر نسقعها شوية في كيس او في كلانفول وبعدين تدخل التلاجة تلت ساعة، ويا سلام لو بعد كده نبدأ نشكلها اهي. بصوا حتى التشكيل بتاعها هيبقى رائع جدا، وهنبدا نشكل زي ما احنا عايزين. طبعا في ناس بتحب الغريبه صغيره قوي فلازم نعمل كده. هوريكم بس ان العجينه شكلها ناعم بعد اذنك استاذ سمير، نوريهم بس انها ما بتبقاش فيها اي شقوق. بصوا هعمل كده، بصوا العجينه لينه ازاي اهي وما بتلزقش، دي اهم حاجه. هعمل كده، لازم تبقى ناعمه ما فيهاش فوق شقوق خالص ولا شق، لان انتوا لو سبتوها فيها كده يبقى العجينه محتاجه تتشكل صح، يعني تتخدم صح زي ما بيقولوا. نديها كده خدمه بايدينا لحد ما تدينا النعومية، ان احنا لو خبزناها كده تطلع فيها شق وده مش حلو. وطبعا الحراره لازم تكون حراره بسيطه، يعني حراره على 150 لا اكثر ولا اقل. الشبكه في النص، هوري حضراتكم دلوقتي انا هشكل شويه على الصاج لحد ما نرجع بعد الاستراحه، لان الحكم صفر وقال ان الشوط الاول خلص. هنطلع استراحه ونرجع نكمل مع حضراتكم في الشوط الثاني، مستنياكم. رجعنا من الاستراحة وهنبدأ في الاكسترا تايم مع حضراتكم. هنبدأ أول حاجة هي بسكويت حادق جميل جدا، نقدر نستخدمه في مع الشاي بلبن مع جبنة بيضة، بسكويت بالكمون. أنا هعمله بالكمون الحصى، مختلف يعني، اشمعنى يبقى فيه بسكويت باليانسون؟ تعالوا بقى نعمله بالكمون، إن شاء الله يعجب حضراتكم جدا. يلا نقول مقاديرنا. بصوا بقى قبل ما أروح في أي حتة، إحنا عدينا أهو في الفاصل بتاعنا، تعالوا بقى كده معايا شوية شوية نشوف الغريبة شكلها بقى عامل إزاي. وحطيت كمان البسكويت أو الكوكيز اللي بالشوفان موجود تحت قدام حضراتكم. هنطلع بقى الحاجات الحلوة دي وما بتاخدش وقت، 150 حرارة هادية زي الفل، تبقوا مرتاحين وانتم بتعملوها. خلاص هي هتطلع، هيطلعوها دلوقتي. تعالوا نبدأ في مقاديرنا. عندي 3 كوبايات ولا كوبايتين، دول يا ولاد كوبايتين من الدقيق. عندي ربع كوباية لبن، نص كوباية من الزبدة. طبعا الزبده يفضل لو حضراتكم عايزين تجيبوا زبده تتعاملوا معاها بكل الانواع، زبده نيوزيلندي ما فيش احسن منها لانها اصلها حيواني، تنفع في الحلويات وبتنفع في الحادق وفي كل حاجه. طيب عندي نص كوبايه من الزبده، عندي معلقه كبيره من الكمون الحصى، يفضل تكون محمصه على النار، يعني لو كان في طاسه حضراتكم كده تحمصوه تدي نكهه الكمون تبقى رائعه. نص معلقه صغيره بيكنج باودر، نص معلقه صغيره ملح، وهنقدمه مع بعض. تعالوا كده اول حاجه هحط كده الزبده بتاعتي. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا احنا واحنا شغالين بنبقى عارفين الزبده بنوعها، لو استخدمنا الزبده اللي هي ساي مثلا انا هحط الكف على طول عشان يبقى تمام ان الشبكه هنا الزبده شويه جامده
مش هينفع معاها الايه الشبك. برضو اداه العجان مهمه قوي في الاستخدام، نبقى عارفين نستخدم ايه وامتى عشان العجان بتاعنا ما يبوظش. طيب هاخد كده مع الزبده دي الاول، احط هنا البيكنج باودر على الدقيق، وهحط رشه الملح الحلوه دي، هو بسكويت حادق فانا عاملاه كده كده بالملح. الكمون الحصى اخدته في طاسه كده على النار من غير اي ماده دهنيه، حطيته يعني ايه يا دوب سخنت الطاسه، طلعت الزيوت اللي في الكمون، خلت ريحته رائعه وقويه. واعملوا كده برضو في اليانسون، اعملوا كده في الشمر، اعملوا كده في اي حاجه حابين تعملوا فيها قرص، ادعموا ريحه التوابل الحلوه او المكونات اللي احنا حاطينها. هحط المعلقه الحلوه دي هنا، خليني بس اخد شويه من دول كده كده. هنحتاج المردانه طبعا، تفردوا بيها لو انتوا عاوزين او عايزين تشكلوه بال يعني لازم مردانه او حاجه. طيب هناخد كده ادي الزبده، خليني اديها بس ضربه كده لوحدها الاول الينها. تعالوا بقى ننزل كده الدقيق، عايزاه يختلط معاه عشان يعني ما تبقاش هي سخنت مني الزبده في الايه الضرب الكتير. بسم الله الرحمن الرحيم، هننزل كده الاول، وخلي اخر حاجه السوائل اتحكم فيها زي ما انا عاوزه بدل ما احطها في الاول وهي اللي تتحكم فيا. طيب نخلط بقى خلطه كده، نقطتين كده، محتاج بس انزل اللي في الحروف عشان الزبده متعلقه في الجوانب كده. معلش، بسم الله الرحمن الرحيم، تضرب ضربه حلوه كده وتختلط تماما، ايوه، مع الخليط الحلو بتاعنا ده كده، ايه نقطه كده من السوائل. يلا بينا، بسم الله. هفرش بقى كده، بصوا ورقة زبدة حلوة، وهاخد ورقة تانية فوقها، هفرد العجين من الورقتين دول. تعالوا بقى ايه نبص بصة كده، هبص بقى مع حضراتكم بس القوام بتاع العجين اهو، هوريكم بس قوامها عامل ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، زبدة بقى، تقدروا تستخدموا الزبده القوالب العاديه مفيش مشكله خالص لو انتوا حابين، بس انا طبعا بميل للنيوزيلندي. بصوا بصوا بقى لها كده ناشفه سنه، بقى لها شويه اللبن اللي باقيين الصغيرين دول هحطهم تاني. خلاص هنزود هنا اهو نقطتين دول عشان بس تخلي الايه الخليط معايا مظبوط، نقطه واحده انا كمان هفردها فاحط عليها دقيق. يلا بينا، بسم الله، اخد دقيق، بسم الله. تعالوا بينا، هو انا هقول لحضراتكم انا بضحك على ايه، طبعا لازم انا شغاله ولقيت محمد حد جميل من ولاد الشباب المحترمين الكير جاي، فجايب الحاجات معاه وداخل معايا في الحلقه حالا وانا مع حضراتكم. طيب بصوا بقى اليانسون بقى جميل ازاي، انا شخصيا مش محتاجه اسيب شويه منه احط منهم على الوش. هاخد كده بصوا العجينه حلوه ازاي، احنا عاملينه ينسون مالح خلاص، فهعمل كده وخليني افرد كده بالمردنه او بالنشابه، يعني انتوا جايبين نشابه لحد بيرفع اثقال يا ابني، يا ابني مش كده. واخد من النص للحرف، من النص للحرف. في بقى انا بحب بصراحه في الاشكال دي ان احنا ايه نلعب في اشكال البسكوت شويه، يعني ايه
عندي اشكال البسكوتات اللي هي القلب والنجمه والحاجات الحلوه دي، فايه المانع ان احنا نتعامل بيها؟ يعني نشكل بقى البسكوت بحاجات حلوه. عايزين تقطعوه بالسكينه، عندكم الرول المشرشر ده، عارفين حضراتكم الرول كده بتاع زمان المشرشر ده اللي كنا بنعمل بيه حروف السامبوسه، نقطع كده الرول كده وتبقى، وكان في شرايط كده بنقعد نعملها تبقى الحرف بتاعها مشرشر، هي دي. تعالوا بقى كده، انا عايزه يبقى فيه سماكه، خلوا بالكم عشان ده بسكوت حادق، فانا عايزه اعمله فيه شويه سماكه كده اهو اهو، اعمل بقى كده لحد ما تبقى كلها ايه نفس المقاس زي بعض. طيب يا سلام، هعمل كده، بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين حضراتكم، هاخد الاشكال اهي، نقدر ناخد نقدر ناخد، بصوا بقى دي عشان انا يعني ممكن اعملها بواحده كده تبقى دواير، ولا عايزينها قلوب؟ قولوا لي انتوا بسرعه، قلوب قلوب، كله بيقول قلوب، ماشي خلاص قول نجمه، حاضر اعمل لك واحده نجمه عشان يبقى القلب والنجمه بدل يلا بينا، بسم الله. لازم احطه كده واعمل كده، عارفين انا لما بعمل كده بعرف احمي الاطراف انها ما تقيم، ولازم في الدقيق اخد كده رشه. بص انا بحط القالب فين، في بوله الدقيق اهي، اجيبها لحضراتكم هنا تشوفوها، قالب الدقيق اهو، واعمل كده خلاص، وهعمل كده سنه بحررها، بحرر حروفها اهو كده اهو، شايفين ازاي؟ وطبعا تقدروا تختاروا الاشكال، بس الولاد بقى هيتبسطوا قوي قوي لما حضراتكم تيجوا تعملوا الحاجات الحلوه دي وهم معاكم. انا حطيتهم هنا بس السباتيولات دي، برفع بيها، هنشيل دي كده، دي خلاص مش عايزينها، وهناخد كده، خليني بس اخدها من هنا، ايوه كده، احطها على الصبغ، بسم الله اهي، شايفين ازاي؟ هلبس بس جلافز تاني، قولوا لي اوكي. يا سلام انتوا تؤمر قوي قوي، يبقى احنا كده في الامان قوي قوي. خليني بس ايه اخد كده اطلع دي معايا البسكوت الشوفان، بصوا بس خلوا بالكم انا سبتها شويه اهي، ادي اللي طلعت، وادي هنحط ده فوق عشان يبقى بسكويت الشوفان في الامان. يلا بينا نكمل، هشيل بس دول بقى، خليني اشيل دول كده، العجين ده هنرجع نعجنه تاني ونديله الشكل هو هو، هنفرده تاني عادي اهو، اتحط في جنب كده، وهناخد العجينه دي. الله تسلم ايديك وتسلم ايديك وتسلم ايديكوا، والله والله تسلم ايديكوا انتوا، بصوا ما بيلزقش، انا بحطه اهو، شايفين الجمال؟ هنشيل بقى بقيه الحاجات دي كده خلاص، مش عاوزينها العجينه دي خلاص، وهنرجع نفردها تاني، اعملوها باي شكل تاني حضراتكم عاوزينه، مفيش مشكله اهو، نشيل بس دي كده، وانا بحب ارفعها معلش من تحت هنا عشان انا مش عايزه اجرح العجينه، بصوا سهله في الشيل بتاعها ازاي وجميله اهي، شايفين اهي كميه الكمون طالما مظبوطه جوه العجينه خلاص انتهى الامر، احنا مش محتاجين نحط على الوش. واذا افترضنا ان احنا هنحط على الوش كمون، مش المفترض ان يعني هنمشي بيه كده بالمردنه، مش المفترض نشغل الشوايه فوق، خليني بس ايه اخد هنا، عايزين نجمه اعمل لكم حالا. يا سلام والله ما هزعلك، انا ما اقدرش ازعلك والله ما اقدرش، هاخد كده جزء ونقطع واحده تانية كده جميله، عندنا ورقه كده اهي، تعالوا نعمل واحده نجمه، مين اللي طالب النجمه يا ولاد؟ ما انا عايز اعرف مين، انا وانا شايفه حاجه يا اهلا وسهلا. طيب يا استاذ منتصر عينينا ليك، بس كده كده هنعمل اهو، هم عايزين شكل النجمه، نعمل شكل النجمه خلاص اهو، اهم حاجه السماكه عشان تطلع مظبوطه، يعني ياخد سوا حلو، وبعدين مش المفروض نلونه قوي، احنا مش عايزين نلونه. بصوا حضراتكم هتجيب استاذ سمير هيستعرض اللي احنا مطلعينه، هتلاقوه مش متلون يعني لونه فاتح اهو، تعالوا بقى اهي كده خلاص تمام،
هناخد بقى بسم الله النجمة بتاعتنا اهي، ادي شكل النجمة فين؟ بسم الله اهي النجمة الكبيرة الجميلة دي اهي بسم الله. هخليني بس احطها في الدقيق الاول، نشيل القلب بقى القمر ده ونحط هنا ونعمل كده كده هزة بسيطة كده، شايفين؟ يا سلام الله، والله النجمة طلعت قمر. مين اللي عامل النجمة الحلوة دي؟ تسلم ايديكم والله، ميرسي. يعني لولا التصوير، دايما اقول الشغل ده ملوش اي قيمة من غير كرو بيساعد انه يطلع حلو، من غير يعني شيفات تحضيرية جميلة بتسع ورا ده، من غير بروديوسر قائمة على التنسيق والتنظيم، من غير إعداد بيظبط الأمور وبيدقق في التفاصيل، من غير مخرج رائع يطلع الحاجة دي بأكمل وجه، من غير كرو جوه الكنترول، مونتير، من المصورين اللي قاعدين، يعني ما شاء الله ما شاء الله، من أصغر حد حتى الكير اللي جه ينظف المكان. أنا بشكرهم جدا. واسمحوا لي بقى دلوقتي، صفارة الحكم أعلنت عن انتهاء الإكسترا تايم، فاسمحوا لنا هنطلع استراحة ونرجع بعد الاستراحة نشوف هيا ترى هنعمل ايه. يلا مستنية حضراتكم. رجعنا تاني بعد الاستراحة، ودلوقتي غالبا هنحتاج نحاول كده نعمل ضربات جزاء سريعة. يعني أنا حاولت إن أنا أطلع الغريبة، طلعتها هي بس سخنة شوية، حطيتها هنا قدام حضراتكم تشوفوها، وطلعنا برضو الكوكيز اللي احنا عملناه اللي بالشوفان والعسل أهو، بصوا يا سلام، عايزة أقول لكم ريحته تجنن. طيب في يعني جزء أنا عاملاه، لو عايزين تشيلوا العسل الأسود تعملوه بسكر بني هيطلع نفس اللي محطوط في الستاند فوق بالملي بالسكر البني بس. أنا هحط بقى الكوكيزات الحلوة دي هنا، طبعا لازم تستنوها لما تبرد تماما كده. أيوة أيوة هو ده، تسلم إيديكو، ده معمول بسكر بني من غير إضافة العسل الأسود، هيطلع كده ومن غير إضافة المكسرات ولا الزبيب ولا أي حاجة، فحضراتكم تختاروا اللي يناسب حضراتكم. أوكي، وأنا كده هنا بضيف أهو الإيه الكوكيزات القمر دي، ونقفل كده يا سلام، ونشيل ده بقى خلاص، ونقول إحنا قلنا بدائل حضراتكم تقدروا. إحنا طبعا ما حطيناش زبدة، حطينا تقريبا 3-4 معالق زيت، ما جاتش ربع كوباية من الزيت النباتي الخاص بمليان في الكوكيز الجميلة اللي قدام حضراتكم دي، صحية حتى أولادنا يقدروا ياخدوها، سناكس حلوة للناس اللي حابة في وسط يومها بقى تاخد سناكس بعد كده خلاص في حاجة في العيد إن شاء الله ما يبقاش بيكسروا. هنعمل إن شاء الله كمان الكحك الدايت والكحك اللي بسكر، يعني مش لأي حد، المرضى السكر كمان، عشان نقدر ننسى أصدقائنا والطلبات اللي حضراتكم بعتوها طبعا من العين دي والعين دي. وعملنا كمان الغريبه ريد فيلفت، عملنا بسكويت الكمون، احنا شكلنا شويه في الفرن، خليني كده ايه يعني نشوف برضو ايه مع بعض اخباره ايه، خليني ابص عليه. بصوا هو بيزيد شويه بينفش بيبقى يعني جميل كده، وزي ما قلت لحضراتكم خطوه التحميص مهمه قوي. بصوا الجمال طبعا على حراره، ده بقى زودت الحراره خليتها 180، يعني اول ما بدات اشكل البسكويت ده حراره 180 على الشبكه كده، رائع ان شاء الله رائع. الكوكيز ممكن يبقى على حراره 180، بس انا بصراحه بالنسبه لي كان بعد ما الغريبه طلعت بدات بيها اول حاجه، لان الغريبه محتاجه حراره هاديه، فالفرن لما بيسخن ونرجع نهديه برضو بيبقى فيه حته كده شويه، ممكن ساعات لا قدر الله يسويها زياده، طبعا لو استوت زيادة هتشرخ لو الحرارة زايدة يعني وهتنشف. الزبدة مش محببة قوي في الغريبة إلا يعني لأنها بتنشفها شوية، السمنة أحسن، واتفقنا سمنة مبردة لازم في التلاجة عشان تديني فوليوم حلو وتخليها كريمي وناعمة. هنعمل الغريبة التانية أكيد
بتاعتنا غريبه طبعا، السوري رائعه لا يعلى عليها، وهنعمل حاجات جميله ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. اتمنى يا رب ان الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم، احرزنا على الاقل يعني هدف او هدفين، وتكون النتيجه عظيمه زي ما حضراتكم حابين تشوفوها. واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، والسلام عليكم.